أكثر من 150 ألف شخص احتفلوا أمس في هونغ كونغ بالذكرى 22 لأحداث ساحة تيانانمن. الجميع تقريبا ارتدى بدلات سوداء وقد أشعلوا الشموع ورددوا أهازيج تمجد ذكرى من سقطوا في تلك الأحداث المؤلمة. أما في تايبي العاصمة التايوانية فقد تجمع كذلك عشرات الآلاف من الأشخاص لإحياء هذه الذكرى. هذه السيدة تقول إنه بعد 22 سنة من أحداث تيانانمن فإن الصين لا تحترم أبسط قواعد حرية التعبير، حيث تعمد الحكومة إلى استعمال أساليب غير إنسانية لمنع الناس من التعبير عن أفكارهم. في 4 يونيو حزيران عام 1989 فتحت قوات الأمن الرصاص على متظاهرين في ساحة تيانانمن وسط بكين يطالبون بمزيد من الحرية والكرامة، مما أدى إلى مقتل 3000 شخص.